أيها الحمد الكريم مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية بانطلاقة شوط جديد على بركة الله تعالى. حفلنا الكريم أعلنت انطلاقة الشوط 14 المخصص لسن الحجايج الجعدان. 3 كيلومتر هي المسافة المقررة إلى هذا السن. طلبنا الله التوفيق والسداد والنجاح. هناك الصدارة والمقدمة مع شاهين. شاهين هو من يسيطر على زمام الأمور. مبارك بن ثاني بن محمد بن رقاد أيضا يقدم لنا سلالة شاهينية غنية عن التعريف. بينما المركز الثاني سمهوي يتقدم لسالم بن مايد بن سالم الاشتبي أيضا يقدم لنا سمهوي على المركز الثاني والمركز الثالث اللي غير الآن وتقدم حتى سيطر على المركز الثاني. أصبح من نصيب شاهين لمطار بن محمد بن سالم برويس اشتبي مقدم لنا شاهين على المركز الثاني. الدور دور المركز الرابع. المركز الرابع شاهين محمد بن سلطان بالعجيل الاشتبي أيضا يأتي بشاهين على المركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات شباب لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل ايضا يقدم لنا شباب غير ويتقدم في هذه اللحظات شباب حتى سيطر على المركز الثالث. بينما الدور دور المركز الخامس. المركز الخامس اللي قادم في هذه اللحظات شاع ايضا شعار مميز دائما. يا سلام، شوف شوف الجعدان وشوف شعارات ابناء القبائل. الكل يطمح، الكل يطمح بمقدمه هذا الشوط. ناخذ المركز الخامس. المركز الخامس حملنا الكريم صغان لعلي بن سالم بن سري المجتبي محتل المركز الخامس. والمركز السادس اصبح من نصيب اللي هو مليح لحميد بن هاي بن عبد الله خاطر الشامسي محتل المركز السادس. والمركز السابع 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 اصبح من نصيب ياقوت لنابت بن سلطان بن علي بن رشيد الاشتبي محتل المركز السابع. والمركز الثامن الله يا سلام وصل ايضا المركز الثامن الثامن الثامن. نشوف اللي يتقدم في هذه اللحظات اللي سيطر على المركز الرابع 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 صداد لعبد الله بن علي بن محمد بن حميدان ايضا محتل المركز الرابع. نعود الى الصداره والعوده حميده باذن الله تعالى بقياده ايضا قياده شاهين. مبارك بن ثاني بن محمد برقات ايضا يقدم لنا شاهين صامت ما شاء الله من انطلاقه هذا الشوط حتى هذه اللحظات. بين مشعر بن سريم مع صغان يا سلام علي بن سريم بن سريم ايضا علي بن سالم بن سريم يجتمع يقدم لنا صغان على المركز الثاني والمركز الثالث. اصبح من نصيب شباب لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل محتل المركز الثالث. والمركز الرابع يتقدم شاهين لعبد الرحمن بن خاطر بن هاهل الشامسي محتل المركز الرابع. المركز الخامس اصبح من نصيب المركز الخامس صداد لعبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي. ولكن المحاوله من الجنب الثاني ايضا اللي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات ياقوت لنابت بن سلطان بن علي بن رشيد الاشتبي. ولكن لنا عوده والعوده حميده. الله الله يا برقاد الله يا برقاد مع شاهين يقدم لنا شاهين على المركز الاول قياده حكيمه مميزه. ولكن صغان وما ادراك ما صغان. السلاله الصغانيه فعلا. الله شكل شكل صغاني والمرباع مرباع صغاني. ولكن شوف اللي قادم شعار بالخاطر الشامسي قادم مع شاهين. الله 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 شباب وصل شباب عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن سالم بن عبد الله. ولكن صغان سق الله دارك يا صغان سق الله دارك يا بن سريم ما شاء الله متمسك بهذه السلاله الصغانيه. السبوق تريح اعصابك تشتر وجيع طاريها لو تعشي على ثيابك ما تضيع مروتك في تانينا لك يا بن سريم علي بن سالم بن سريم اجتمع على وصل صغان المركز الاول. شاهين من ياتي على المركز الثاني لعبد الرحمن بن خاطر بن هاجر الشامسي. المركز الثالث شباب عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل. والمركز الرابع شعار برقاد يضع المركز الرابع. المركز الخامس حتى العاشر حين عند اعضاء خط النهايه. اهني ايضا مالك صغان.